يا سهى سهى، هي دي الست اللي كانت معايا في الشهر العقاري. انا مش بند عليكي، تترشيتي ماما. استني قدك، دي عامله تعمليها ووصلتي للدرجه دي تروحي تتفقي مع وسيله وتنتحلي شخصيتي عشان تنوليها اللي هي عايزاه؟ معقول يا سامية انا اعمل برضو حاجه زي كده؟ انت هتصدقي الراجل ده؟ ده انا اول مره اشوفه. انت مين انت يا راجل؟ اتفضلي يا مدام سامية، ده الموبايل بتاعي، هتلاقي عليه الرقم اللي هي كلمتني منه عشان اقابلها في الشهر العقاري. وريني كده يا عمتي. على عينك بيه، هو رقم ماما. ايه الكلام ده يا ماما؟ عشان تصدقيني في كل كلمه قلتها لك يا مدام سامية. ردي، رقمك ولا مش رقمك؟ ردي. انطقي، خدتي كام عشان تخونيني؟ انطقي يا سفله يا منحطه. عمتي طيب، حصلت انك تضربيني واكسر رقبتك كمان. ماشي يا سعاد، ان ما وديتك انت وسيله في داهيه، ان ما وديتكوا السجن يا منحطين يا سفله. بلاش يا عمتي ارجوكي بلاش، عشان خاطري دي مهما كانت امي اللي ماليش غيرها. حسجنها يعني حسجنها، غلطت ولازم تاخد جزاها يا سهى. غلطت وغلط كبير قوي يا عمتي، بس ابوس ايدك ابوس ايدك. بلاش، لو اتسجنت هعيش لوحدي طول عمري. مش كفايه ابويا مات وبقيت يتيمه، كمان هتحرميني من امي؟ خلاص خلاص بقى، كنت ناقصاكي انتي الاخرى. خلاص مش هجيب سيرتها، بس شوفي بقى انا هعمل ايه في وسيله. وانا معاك يا سامي، انا وشاهد عليها في اي وقت. متشكره قوي يا استاذ شريف، اسمي شريف. متشكره قوي يا استاذ شريف. تصدق اسم على مسمى، بس للاسف الناس الشريفه هي اللي بقت نادره قوي في الوقت ده، والناس الزباله الواطيه هي اللي منتشره في كل مكان. بصوا بقى يا رجاله، انا جمعتكم النهارده كده عشان ايه؟ اقول لكم ان الحمد لله ربنا كرمني بقى معايا فلوس، ماشي؟ وعايزكم بقى تقفوا معايا وقفه رجاله عشان ندخل بقى عالم الفن من اوسع ابوابه. ما كان فين الكلام ده يا عم طارق من زمان؟ ما انا قايل لك. بقول لك ايه يا نادي؟ يطلع يا عم الفن ده؟ ده سؤال تساله يا بهيم. عالم الفن ده يعني الشهره، يعني النجوميه، يعني المزيكا، يعني الطرب. فهمت ولا عيد تاني؟ بقول لك انا حتايه، ما تغلطش، انا فاهمه يا طاير. يا عم اسكت، ده اللي سماك بهيم ظلم البهام كلها. تاني برضه بتغلط يا حسين. ما تسكت يا بيبي انت، هو بقى خليني اعرف اتكلم. قول يا نيكو. بصوا بقى، انا قررت اعمل البوم فيه مزيكا بجد، حاجه فن هادف كده يكيف الناس. بس ده مش لونك الحقيقي يا عم طارق. مين قال كده يا ابني؟ بالعكس، ده لوني من زمان، بس لولا يعني انا كان السلك ضاربني يعني مش عارف افرض ذوقي. لكن انا من هنا ورايح اعمل اللي انا عايزه، هقدم فن محترم. طب طالما انت الجراءه واخداك كده، انا هسمعك اغنيه جديده لسه كاتبها. سمعني يا سيدي. اسمع بقى. اهرش لي في ظهري يا ابني، دي الاغنيه. اهرش لي في ظهري لحسن ايدي مش طايله، وبقولها مره واحده عشان ما بحبش المحايله. وعجمي عجمك؟ الله يخرب بيتك على بيت شعرك اللي هيجيبنا ورا ده يا ابني. التحمر بقول لك، عايز اقدم فن راقي، فن محترم. ماشي يا عم طارق، ماشي. ما هي لامه تدعي له احسن من لامه تديله. طب نت وانا هشتغل ايه؟ انت تشتغل سواق بودي جارد، مع انك يعني شكل على الفاضي. عسل. واعملوا حسابكم انتوا الجوز، اساميكوا الزباله دي لازم نغيرها. ليه كده طارق؟ انت اسمك فكري بس. فكري بس؟ اه. طب وانا هتسميني ايه يا نت؟ لا انت خليك بهيم زي ما انت. الحمد لله على السلامة يا عيون أدهم، منورة بيتك وصباح الورد والفل على عيونك. لك يا أدهم. إيه مفيش، بحب مراتي. مالي فيه إيه؟ لا بجد مالك والله، عندك مشاكل معينة؟ حتي لا مفيش مشاكل ولا حاجة، كل ما في الموضوع أنا حسيت إن أنا بحب مراتي، مفيش حاجة تاني. وبعدين ما تتصوريش فرحتي قد إيه لما انت طلعت من العمليات والعمليه نجحت. عارفه يا وسيله، انا
كنت ابتديت احس كده ان احنا ابتدينا نبعد عن بعض، يعني عشان خاطر الفلوس والشغل والدنيا الجديده اللي احنا فيها دي. بس ده مش معناه ان انا ما بقتش احبك زي الاول، لا خالص. بس مشكلتي يمكن ان انا ما بعرفش اعبر قوي. بس كله كوم بقى. لما انت دخلت العمليات تصوريش حصل لي ايه؟ حسيت ان قلبي اتخطف، وحسيت ان قلبي قاعد يدق جامد كده، وان انا ابتديت اتجنن عليك لدرجه ان انا سالت نفسي قلت جرى ايه يا واد، الله انت بتحبها للدرجه دي ولا ايه؟ بعدين لما خرجت من العمليات حسيت بجد ان انا قلبي مخطوف عليكي، وعرفت ان العمليه نجحت، ان انا هيكون لي ابن منك، قلت خلاص لازم نرجع نحب بعض زي الاول، وادلعك واعمل لك كل اللي انت نفسك فيه، لدرجه ان انا قلت بعد النقاهه دي لازم اعمل لك شهر عسل جديد، ولازم تلحقي تتمتعي بنفسك شويه كده قبل موضوع الحمل والحاجات دي يعني. وهو شويه كده يعني. ولا ايه يا وحش؟ بحب لما بتقولي الكلمه دي على فكره. وانا عارف ان انت بتحبيها، عشان كده عايزه تخلف لنا شويه وحوش صغننه كده والي. بقول لك ايه، انا عايزك تبتدي تاخدي الحقن اللي قال عليها الدكتور في موعدها بالظبط، عشان خاطر عمليه الحقن المجهري دي تتم على خير ان شاء الله. ماشي؟ ايوه طبعا اخدها، بس اخلص النقاهه واخدها. يلا بقى انا عايزك تاكلي كده عشان ترم عظمك. ها يلا خدي. يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب. الحمد لله يا حبيبتي، يا سلام، في كل صلاتي بدعي لك يا رب كريمها وارزقها يا رب بالعيد اللي يفرح قلبها يا حبيبتي. والحمد لله ربنا كرمك وعملتي العمليه وقومك بالسلامه، وان شاء الله ان شاء الله يرزقك بالعيل اللي تفرحي بيه كل العيله وكل قلوبنا. قادر يا كريم يا سلا يا رب. الله يسلمك يا زوس. وانت عامله ايه؟ انا مش كويسه خالص يا اختي. لا ايه النقله دي؟ ايه مش كويسه ليه؟ الواد المفضوح ابن المفضوحه جه لحد عندنا في البيت وهوب قام قافش فيا وقال لي ساميه هي دي اللي انتحلت شخصيتك، وانت عارفه امك المجنونه اللي ناكله شعرها ومهيشه علينا دي وتقعد تزعق فينا كل شويه، دي ست مرعبه يا اختي. قعدت اقول لها في ايه يا اختي، مش انا والف حوالين العمود والواد يجري ورايا ويقول لي هي دي واقول له مش انا يا ابني، وغطي في وشي وودي في وشي وهو يقول هي دي، وفي الاخر خالص البت المجنونه امك دي قامت لسعاني بالقلم على وشي. طب اهدي بس كده وفهميني، مين المفضوح ابن المفضوحه اللي جه وقال مين ده؟ الواد اللي اسمه شريف، الواد اللي بعته فايق معايا عشان نخلص الاوراق. يو الواد اللي بيشتغل عندكم. شريف اتجنن ده ولا ايه؟ ها كملي يا سوسو. يا اختي البيت قايت حريقه من ساعتها، ده انا طول الليل مقضيه ان انا بات تحت السرير خايفه تطلع لي في اي وقت، خايفه منها والكوابيس مش عايزه اقول لك. بقول لك ايه يا سيلا، انا جيت لك هنا عشان افطمك يا اختي، شوفي لي اي حل. لما جيت اقول لك ساعه الموضوع هنتكشف وهنتفطر وهنروح في 60 دقيقه خليتي لي الدنيا بامبي. ها بقى ست سعاد حسن هنعمل ايه دلوقتي؟ ما تخافيش يا زوزو، اولا الواد ده سيبك منه خالص، انا هتولى امره كويس قوي. انا عارفه انت خايفه من ايه، ولا هيشهد عليكي ولا هيقدر يجيب سيرتك في الموضوع اصلا. اما بقى بالنسبه لها هي، فان كانت هي مجنونه يا سوسو انا بقى معايا شهاده معامله اطفال. تمام. مية 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 يا سيلا، فتحتي نفسي على الاكل يا بنت، انا ما كانش ليا نفس. اللهم صل على النبي. اي حاجه دي حلوه؟ لا حلوه اهو. ده التفاحه بيعملوا بيه ايه؟ ايه ده للرجيم. للرجيم حلوه. الو ايوه يا فايق، عايزاك. صباح الخير. صباح الخير. عملتيها يا وسيلة؟ عملتيها؟ أفندم يا ميس سامر. مين اللي حط الورق ده هنا؟ والله أنا قاعدة بره من بدري ما شفتش حد دخل ولا حد خرج. يعني إيه؟ اتحط لوحده؟ هي الورقة دي فيها إيه؟ وأنتِ مالك أنتِ يا حشرية؟ أنتِ مالك؟
أعشر شغلك. حاضر حاضر. صباح الخير يا مس سامية. صباح الخير يا مس ابتسام. خير؟ أبداً، أنا كنت بسأل بخصوص اجتماع المدرسين اللي حضرتك دعيانا ليه عشان يوم الأخلاق الكريمة اللي ناويين نعمله للطلبة. يا ترى حضرتك هتحضري ولا لأ؟ وإيه اللي خلاكي تفتكري إن أنا مش هحضر الاجتماع ده؟ يعني يمكن يكون في حاجة منرفزاكي معكرة مزاجك النهاردة. اطمني، مفيش حاجة لا معكراني ولا مضايقة مزاجي. اتفضلي روحي على الاجتماع وانا هحصلك. غريبة قوي، مع ان شكلك مش مظبوط خالص، وشك مخطوف كده وزي ما يكون في مصيبة حصلت. انت ما سمعتنيش وقلت لك اتفضلي روحي على الاجتماع. طيب بالراحة بالراحة علي، ما تتعصبيش قوي كده. اجري روحي يلا خلصيني. انا كنت بطمن بس. تروحي الشهر العقاري وتمتحني شخصية عمتي؟ دي آخر حاجة توقعها منك يا ماما. أنا ما عملتش حاجة غلط، أنا وقفت جنب وسيلة عشان أرجع لها حقها. آه، وبعدين أنت عايزة عمتك الظالمة المفترية تحرم البنت من الميراث؟ يا عيني يا عيني، تقوميتي بقى راح ترجعيه لها بالتزوير. أنتوا هو بقى، هو أنت وعمتك هتبقوا عليا ولا إيه؟ وبعدين خلاص اللي حصل حصل. اللي حصل حصل؟ ده كويس قوي إنها جت على قد كده. ده واحدة غير عمتك اتقلبت الدنيا ودخلتك السجن على العملة اللي انت عملتيها دي. ما هو يا بنتي حبيبتي، انت يا سهى يا حبيبتي هتقولي لها كلمتين في حق حلوين. عمتك بتحبك، قولي لها كلمتين حلوين زي المرة اللي فاتت. ما هو ميرضيكيش برضه يا سهى امك تخش السجن ويقعدوا طول ما انت ماشية في الشارع يقولوا بنت المسجونة اهي، بنت المسجونة اهي. وبعدين دي هتبقى فضحتك قدام احمد بجلاجل. لا طبعا ما يردنيش، بس يا رب تكوني خدتي الدرس وما تكرريهوش تاني. خدته يا اختي، خدت الدرس. حاضر، توبه من دي النوبه. بس انت عارفه ان عمتك مجنونه ومهفوفه، ممكن ترميني في اي لحظه في السجن، وانا مش واخده على المرمطه والبهدله. انا طول عمري بنت عز. انت هتقولي لي؟ ما انا عارفه. الله يحرقك يا مراتي. الا قولي لي يا ام ربيع. اه اكيد انت ما اتولدتيش اسمك ام ربيع، اكيد في اسم تاني حقيقي. نفسي اعرفه. ليه يعني عايز تعرفه ليه؟ مفيش حاجه، بس ام ربيع ده مكبرك وانت زغلوله زغنونه يا اختي على الدلع. فنفسي كده اعرف الاسم ده عشان اناديلك بيه على طول، مبقاش في منه حواجز. ان شاء الله يخليك يا مجاهد. فعلا يا اخويا، انا بقى اسمي الحقيقي احلى بكتير من الاسم اللي طول عمري بيندهوني بيه ده. هو مش قلتلك؟ بس مفيش حد يعرفه. تلاقيش انت اللي هقولك عليه عشان تعرف معزتك عندي قد ايه. شوقتيني اعرف الاسم ايه قوي. اسمك ايه؟ ست ابوها. لا بجد بجد، اسمك ايه؟ ما قلتلك ست ابوها. قلبي انا خلصت من امه عشان اطلع لي ست. اكني ما سمعتش حاجه ام ربيع، اكني ما سمعتش حاجه. جراي يا حبيبي، مش عاجبك ست ابوها ولا ايه؟ لا لا لا، عاجبني، ربنا ما يحرمنيش منك، بس احنا عايزين ندور على اسم دلع احسن. تصدق تصدق يا مجاهد، مفيش حد طول عمري دلعني خالص. ما انا موجود ليه في حياتك حبيبتي؟ عشان ادلعك واشخلعك. بصي، انت من هنا ورايح يبقى اسمك ريو. ايه رايك؟ ريو. حلو حلو قوي. حلو ريو صح؟ وانا بقى كمان لازم ادلعك. دلعي يا حبيبتي. مجاهد 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 يا ريو. جوجو. هقول لك يا جوجو. لا ما تكسفنيش جوجو، ده حلو قوي. ربنا يخليك لي يا حبيبتي، ربنا يخليك لي يا رب. ما انا لازم ادلعك، وانت دلعتني وانا لازم ادلعك كمان. تصدق يا جوجو؟ اموري يا حبيبتي. انا من ساعه ما شفتك وعينيا وقعت عليك الدنيا بقى لها طعم تاني خالص. صدقني انت خدتيها من على لساني، انا كنت لسه هقول لك الكلمتين الحلوين دول، بس انت خلصتي كل الكلام. ربنا يخليك لي ريو. ايه؟ انا عايز اقول لك على حاجه. مالك؟ مالك يا ولا بتترعش كده ليه؟ انا بحبك يا ريو. ايه؟ تحب
بتحبني؟ بحبك. يا خبر، انت فاجئتني. ولا فاجئتك ولا حاجة، دي الحقيقة اللي كان لازم تعرفيها من زمان. وانا كمان القلوب عند بعضها يا جوجو. انت ما تعرفيش حالتي يا ام ربيع. انا في كلام كتير قوي عايز اقوله لك، بس مش هينفع المكان ده، المكان ده مش مناسب. مفيش اي اي مكان كده نروحه اقدر افكلك بالكلام اللي جوه قلبي. يلا بينا يا اخويا، يلا بينا، يلا بينا. ايه ده، الوليه ما صدقت. انا وانت متاكدين ان الورقه دي مزوره، مش كده ولا ايه؟ يا خساره، يا خساره للحال اللي احنا وصلنا له بعد 10 سنين دي كلها. ايه ده، انت ما بتنطقش ليه؟ استاذ نبيل بعد اذنك وقالي هنا من فضلك. مدام سامية، حضرتك كمان وقعي لي هنا بعد اذنك. والتقرير ده هيخلص امتى؟ ان شاء الله اول ما التقرير يخلص هبعته على طول المحكمة. حضرتك محتاجني في حاجة تانية ولا ممكن استأذن؟ لا حضرتك اتفضل، مع السلامة. أي خدمة فين باشا؟ كده تمام التمام زي ما اتفقنا، الجثة وصلت وقدامك أهي. جثة؟ جثة إيه؟ ما تستعجليش على رزقك يا مزة. ما أنت هتبقي جثة لو ما سمعتيش كلامي. أنا مش فاهمة حاجة. أنتوا جايبين هنا ليه بالظبط؟ أنا كل اللي عايزه منك حاجة واحدة بس، عملتيها هنبقى صحاب وحبايب، وهحللك بقك الجميل ده بمئة ألف جنيه. ما عملتيهاش ونشفت دماغك يبقى أحسن لك تحضري كفنك، وساعتها ما تجوزش عليكي إلا الرحمة. قلتي إيه؟ مش هتقدر تقول لأ سعادة الباشا. أنا عارف سوسو كويس، بتموت في الدنيا دي زي عينيها كده ولا هي كتكوتة؟ وحاجة ايه اللي عايز نعملها دي؟ تتجوزي ادهم على سنة الله ورسوله، وتجيبي لي قسيمة جواز كل حد عندي هنا في اقرب وقت. ازاي؟ معرفش. سيب لي انا الطلعة دي يا باشا، انا هفهمها النظام بالراحة بالراحة، بشويش بشويش، على هادي على هادي. وايه اللي هتستفيدوا من جوازتي من ادهم؟ وبعدين بقى مالك يا بنت انتي؟ ده تفضلي واكلنا المستعبطه ولا ايه؟ ما تنهي. قلت لك فايق باشا ما يتقلوش لا، واللي زيك يا حبيبتي يقول امين وخلاص. حاضر حاضر، اعمل لكم اللي انتوا عايزينه. ماشي يا حلو، يلا بقى قومي وريني عرض كتافك ولا اقول لك لا؟ وريني جمال خطوتك احلى برضو. يلا قومي يا بكلمك اقول لك على الخطه. ما تنحليش يا بنت، هتصوريني ولا ايه؟ انهي يا اختي وريني جمال خطوتك. قلنا يلا اتكلي اتكلي. بالسلامه يا كتكوته. امورني يا باشا. عملت ايه في الموضوع اللي انا قلت لك عليه؟ تمام التمام وظبط الظبط واصلي الاصلي. زمان الورق العرفي دلوقتي متوزع على المدرسه تما، وفضيحه الابله بجلاجل. برافو عليك، تعال خد دول عشانك. خيرك سابق يا باشا. استنى، طب خد دول كمان. لو ما كنتش تحلف بس يا باشا. روح شوف شغلك، واما عاوزك هتصل بيك. ماشي يا باشا، سلام. وعليكم السلام. خير يا استاذ فايق. اهلا يا شريف. حضرتك عايزني؟ اقعد. وسيله هانم قالت لي على اللي انت عملته. بصراحه كده انا زعلت قوي، ومش عايزك تتدخل مره تانية بينها وبين امها عشان المشاكل ووجع الدماغ. خلي دول معاك. انا اسف يا فايق بيه، اللي انت بتقوله ده مرفوض بالنسبه لي شكلا وموضوعا. يعني ايه موضوعا دي؟
يعني انا مش هخالف ضميري في حاجه انا شايفها غلط. انتوا كده بتظلموا انسانه بريئه ملهاش ذنب في اي حاجه، وكفايه انكم دخلتوني لعبه حقيره انا اشرف بكتير من ان انا ادخل فيها. بقى كده يا شريف؟ ايوه كده. ويا ريت بقى ما تفكرش تتكلم معايا تاني في الموضوع ده. سلام يا استاذ فهد. شكلك متغير يا نبيل. ايه انت تعبان ولا حاجه؟ جنبي وجعني قوي، وبعدين عندي صداع هيفرتك لي دماغي. لا الف سلامه. هطلب لك دكتور؟ لا 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 مفيش داعي دلوقتي، روح لوحده. طب يا بابا حبيبي ممكن تروح البيت وانا اقعد مكانك عادي يعني. قعده البيت بتزهقني خالص. اعمل لي قهوه يمكن تضيع صداع. حاضر. استنى طارق، ما تعملش حاجه يا ابني. في ايه يا نبيل؟ ده تالت فنجان قهوه تشربه ساعه ما جيت. جرى لك ايه انت راخ؟ انت هتعد عليا القهوه؟ انا اشرب زي ما انا عايز يا اخي، ما امر غريب. انا خايف على صحتك مش اكتر. دي صحتي ملكي انا، ما حدش ليه دعوه بيها. طب خلاص خلاص ما تزعلش نفسك، روح يا طارق اعمل فنجان قهوه لبابا. خلاص مش عايز قهوه، ما تعملش قهوه، نفسي تسدد. استريحت؟ لو سمحت انا اشتريت الكتاب ده امبارح من هنا، ممكن ارجعه استبدله بكتاب تاني؟ لا طبعا مش ممكن. ليه بس حضرتك؟ والله النظام بتاعنا هنا كده، مفيش كتب بترجع تاني. ما انا ممكن اخد كتاب تاني مكانه. يا سيدي انت ما بتفهمش، بقول لك النظام بتاعنا كده. انت فاكرها ايه؟ مكتبه السعاره تاخد الكتاب تقراه وبعد ما تخلصه ترجعه وقت ما انت عايز. بس ده مش اسلوب بيع وشراء. والله يا طريقتنا كده لو كان عاجبك، لو ما كانش عاجبك ما تبقاش تيجي تاخد كتب من عندنا. يلا اتفضل مع السلامه. خلاص خلاص انا مش هاخد منك. يا ساتر يا رب، ايه الناس دي؟ ايه الناس دي؟ خلاص يا نبيل. يا بابا انا اول مره في حياتي اشوفك بتكلم زبون كده، مالك يا حبيبي في ايه؟ انت فعلا بقيت عصبي جدا يا نبيل، عمرك ما كنت بتعامل الزباين كده يا اخي. جنبي بيوجعني قوي قوي. مالك يا بابا؟ الحمد لله على سلامتك يا عمتي. مالك يا عمتي، في حاجه حصلت ولا ايه؟ مصيبه سوها، مصيبه كارثه. مصيبه ايه بس يا عمتي؟ في ايه؟ وسيله رحت المدرسه، لقيتها موزعه ورقه الجواز العرفي في كل حته. حسيت ان انا عريانه، عرفان يا عريانه. لا تعمل كده؟ لا طبعا، اكيد في حد عايز يشوه سمعتك بعملته المهببه دي. لا لا، هي وسيله. لا مش وسيله، ده شيطان وسيله اللي يدوس على اي حاجه عشان مصلحته. طب اهدي بس يا عمتي وما تضايقيش نفسك. ده ازاي بس يا بنتي؟ انا اتفضحت. لو شفتي بيبصوا لي نظرات الشك في عينيهم، كانوا بياكلوني بعينيهم، بياكلوني. يعني عليك انت هتلاقيها منين ولا منين بس؟ اتفضحت يا سوها. مش عارفه الاقيها منين ولا منين. يا ريت اموت واخلص. بعد الشر ما تقوليش كده، ده انت اشرف واحده في الدنيا دي كلها. قوليلي يا عمتي، انت مكاني تعملي ايه؟ انا خلاص حاسه ان انا دماغي خلاص هتنفجر، مش عارفه افكر. انا من رايي تاخدي اجازه بدون مرتب لحد ما اعصابك تهدى والموضوع ده كده يتنسي، وان كان على وسيله مالكيش دعوه بيها خالص اليومين دول. ايه بتقولي؟ ايه دي سمعتي؟ عارفه يعني ايه سمعتي؟ يعني شرفي
شرفي سمعتي يا سهى، انا حقي اجيبه لو اخرب الدنيا. انا مع سهى في كل الكلام اللي بتقوله. ابعدي يا ساميه عن وسيله عشان مصلحتك ومصلحتها. ابعدي عني استعاد يا سعاد لحسن، عفاريت الدنيا بتتلطط قدامي. انت مش عارفه هي عملت ايه؟ لا عارفه، وسمعت كل حاجه وانا في الاوضه جوه. طبعا عارفه، ما انتوا متفقين سوا بأمارة الشهر العقاري، ولا نسيتي؟ لا ما نسيتش، بس انت لا بترحمي ولا عايزه رحمه ربنا تنزل. كفايه بقى الفضايح اللي نازله على دماغنا ترفي بسببك. فضايح ايه؟ مين اللي حابب يعمل فضايح؟ ده انت جننتيني وعايزه تصطادي في الميه اكله. انت بتمسكيني وبتضربيني؟ انت بتضربيني؟ يلا طيب انا بقى هحكر عليكي وعلى اللي جواكم. ايه الشقه اللي انت جايبنا فيها دي؟ دي المشتل بتاعي عشان نزرع ونقلع من غير ما حد يعد علينا. يا بنت ايوه بقى، هو ده الكلام ولا بلاش؟ عاجبني طلب عاجبك؟ قولي لي رايك. واو ايه الخاتم اللي جنن ده؟ ميرسي لك يا حبيبي، ربنا يحرمنيش منك ابدا يا رب ولا من مجايبك. يا رب يكون عاجبك. مبسوطه يعني؟ نص نص. ليه؟ ايه اللي حصل؟ بصراحه كده خالي جايب لي عريس مريش وراسه الف سيف يجوزهولي. هي لازمتها بس الفوق اللي احنا فيها دي؟ ما احنا قاعدين حلوين ومدمغين. الله، وانت قلت ايه؟ وافقتي؟ لا طبعا. يعني هو في حد في الدنيا دي كلها يملى عيني غيرك انت يا دهونت يا حبيبي؟ انا الله. طب ما احنا قلتنا زي الفل اهو زي العسل، امال ايه اللي جرى بقى؟ يا بنت انت الافيونه بتاعتي اللي بتعلي لي دماغي وبتظبطني، وانا ما اقدرش استغنى عنك ابدا. اسمعي بقى كده وبطلي الحاجات الصغيره اللي انت بتفكري بيها دي. يا سلام، ولما انا الافيونه بتاعتك ما بتتجوزنيش ليه؟ لان احنا مستخبيين كده زي اللي عاملين عامله. يا دي النيله، انت محسساني الواد بصصلي في الحته قبل ما اجيبها عشان يبوظ لي الليله. في ايه؟ ما انا قلت لك مش هينفع نتجوز، عشان لو اتجوزت مراتي هتعرف وساعتها النعمه دي كلها هتزول من قدامنا ويبقى حرام علينا. بلا جواز بلا قرف بقى، ما تخلينا كده حلوين. بقول لك ماشي تاني، نزرع ونقلع من غير ما حد يعد. يا بنت والله يا عسل، والله يا عسل يا بنت. لا مين اللي بيخبط كده؟ قوم افتح يا ستي، سيبك منه. قوم افتح شوف مين. اوه طيب طيب. اوه طيب، في ايه؟ الباب من هنا، من هنا مش من هنا. تعال. طيب طيب طيب. الله، في ايه؟ في مين؟ سام بنت اختي. يا سيدي مفيش حد هنا اسمه سام. يلا اتكل على الله. الله، انتوا غلطانين في العنوان. اوعى كده. اسمع يا احنا قاطرينها وعارفين انها دوت. اللي دوت ومش دوت يا عم، اتكل على الله منك. ليه اقعد يا اسطى ناشفه بدل ما انتخك يا ريت؟ انطق يا دندن، انت فاهم؟ لا تسكت. طب والله لا جيبك لو انت فين. لو افهمك على كل حاجه. تعالي يا فجره. بجد ايه؟ تبرمغي اسمي العيلة في الطين يا بنت؟ ترفض العريس الزين اللي جبتهولك عشان النطع الجعير ده؟ طيب ورحمة اختي. استنى يا خالي عشان خاطر. استنى يا بنت اختي، بجيب لك عشا واكلك. اتشمع روحك يا سيدي. ما تستنى برحمة اختك دي. الله، ما تبقاش حبايب كده. انا خالي بس وعطا. والنبي يا خالي عشان خاطره ما تموتوش العيلة. والنبي ده اللي يحبني وعنده فضيحة من اي حاجة عشان خاطري، حتى اساله مش كده؟ اعمل ايه؟ صح يا ده الكلام اللي هتقوله بنت اختي دي؟ اه طبعا صح. خلاص يبقى تكتب وقتي. اكتب ايه؟ تتجوزها وتبقى دخلتك ولا تخك عيارين وتبقى خرجتك يا سيدي؟ وعلى ايه الحزن؟ ما تخلينا نفرح ونكتب الكتاب كده ونعلي الجواب. اهو كده العجل زين ابو نسب. الف مبروك يا عاد. زغرت يا بنت، زغرت يا عاد. مساء الخير. مساء النور. اتفضلي. الله، حلو قوي يا فيه. انا بجد مش عارفه اقول لك ايه على كل اهتمامك ده. على
ايه يا وسيله؟ ما تقوليش كده، الاهتمام ده من جوايا. المهم انت احسن دلوقتي. شوف الشياكه في التفاصيل برضو، مش لممهم من جنينه بيتهم قدام عيني. وسيله بقول بقيتي احسن دلوقتي. اه الحمد لله. اتفضل اتفضل. شكرا. اتفضلي. قول لي يا فايق، عملت لي ايه في موضوع شريف؟ الواد ده مش عاجبني حاله خالص. ليه؟ هو معصلك معاك ولا ايه؟ والله يا وسيله واضح ان الضمير عنده عالي قوي، راكب دماغه ومش عايز يقبل فلوس. بقيت مش عارف اعمل معاه ايه، وانا ما عنديش خلق ليه اليومين دول. لا والنبي يا فايق تشتري له خلق، ده لو عمل اي حاجه ممكن يودينا في داهيه. اقولك على حاجه، اعرض عليه فلوس زياده، يمكن فلوس مش مغريه انف. مش احنا اتفقنا ان كل واحد وليه تمن؟ يمكن هو تمنه غالي حبتين. وانا اللي هقولك ولا ايه؟ مالك انت هبطت مني ولا ايه؟ لا صحصح معايا يا فايق، احنا في يومين صعبين، قلق من كل حته. حاضر يا ستي، من عينيا، عشان خاطرك بس انا هحاول معاه تاني، واكيد هلاقي دخل اعرف اشده منها. قوليلي بقى ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. تشرب حاجه؟ تشرب. استنى. زواج مبارك ان شاء الله. اه مبروك يا اولاد. الله يبارك فيك يا عمي. مبروك يا عروسه. تعيش يا خالو يا احلى خالو. الله يعطوني يا اولاد الهرمه. بقول لك ايه يا ادهم، اسمع ابو ناسب، اوعاك تزعلها ولا تمد يدك عليها، حطها في عينيك. اول هاتي في عينيا. انت بتقول ايه؟ ايوه كده، طمنت قلبي يا ابني. الله يطمن قلبك. تعال يا سعدي والنبي يا ابني الله يكرمك، ادينا صوره للذكرى. ذكرى مهببه. تعال يا عروسه صوري. ايه الفيلم العربي القديم ده؟ انا يحصل فيه التربه دي، اكيد في حاجه غلط، ومصيري هكشفها. ايه رايك بقى يا بابي؟ مش كان عندي حق في كل الكلام اللي قلته عن الدكتور احمد؟ معاكي حق، انا سعيد جدا بمعرفتك يا دكتور احمد، وسعيد اكتر بالمشروع بتاعك الرائع ده، تحليه ميه البحر هتقضي على الحرب اللي دايره في حكايه الميه دي، ده لو تنفذ صح. اللي انا عاجبني بقى في هذا المشروع ومجنني الجهاز، جهاز قد كف الايد لكن بيدي 5 لتر ميه لكل فرد، ده شيء رائع. وانا بصفتي بقى رجل اعمال اقدر اقول لك مشروع زي ده هيعمل ملايين الدولارات ان شاء الله. البركه في حضرتك بقى فاروق بيه، وان شاء الله اكون دايما عند حسن ظنك. لا ان شاء الله، انا مضطر استاذن عشان عندي ميعاد مع الدكتور، عندي فحوصات على الكبد بقاله 2 سنين تعبني جدا، والادويه مش نافعه معاه. الف سلامه على حضرتك يا فاروق بيه. خلاص طالما نفذتي المطلوب منك يبقى اكيد تستاهلي تاخدي حقك. اتفضل. سوري يا فايق بيه، سعادتك نسيت تمديلي على مكاتبات الشركه الكوريه. حاضر يا سيدي.
ليش الباب وراك وما تدخلش حد. ميرسي يا فندم. حاضر. كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان من حقي اخد حقي، وخصوصا يعني بعد ما جبت لك ورقه جوازي من ادهم زي ما اتفقنا. ضبط الكلب، ضبط الكلب. تمام كده، ليش كمية ألف جنيه زي ما اتفقنا؟ بصراحة كده أنا شايفة إن المبلغ ده شوية. شوية؟ 100,000 جنيه شوية؟ آه يا طماعة أنت يا طماعة. ما اطمحش ليه في واحد زي أدهم؟ عاكم على قلبه ملايين قد كده من مراته المليونير. طبعاً بلعبتك دي هتضيعه من إيدي. هتضيع فرصة إن أتغني على قفاه. هضيعه إزاي وأنا اللي جوزتهولك؟ يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب. يا سلام، هو انت كنت جوزتنا لله وللوطن؟ اكيد في الموضوع ده انه، وطبعا لو كشفت يا جميل العصفور هيطير. ما تقلقيش، العصفور هيفضل في القفص ومش هيطير مني. الكلب حلوه حلوه، ازاي ما حسبتهاش؟ ماشي ماشي يا سلام، كنت حسبت معايا تقيل قوي. فاق لو سمحت عاوزة اتكلم معاك. انت بتهرب مني ليه؟ طب يا سهى نتكلم كلامنا بعدين. طيب اوكي، عن اذنك يا فاق بيه. انت ازاي تجي لحد هنا وانت عارفه ان اخوك شريف ممكن يشوفك في اي لحظه؟ اللي انت ما تعرفوش ان شريف اخويا قرر من النهارده ما يجيش الشغل بعد اللي انتوا عملتوه معاه. والله هو حر، اللي بيشيل قربة مخرومة بتخر على دماغه. انت وحشتني قوي يا فايق، انا مش متعوده منك على الغيبه دي كلها. انت السبب غصب عني يا فايق، انا بحبك بحبك. لو بتحبيني بصحيح كنت نزلت الطفل اللي في بطنك ده. ما انا جايه لك مخصوص علشان خاطر الموضوع ده. اصل انا حجزت يوم الخميس مع الدكتوره واتفقت معاها انها تعمل لي العمليه، لاني مش هقدر اخسرك ابدا. بجد بحبك. الله دي حلوت. يا ابن الأبلزة. بس ليه عندك طلب؟ أموري. تيجي معي عند الدكتورة ساعة العملية، أنا خايفة كل وحدي. هي الدكتورة دي عيادتها فين؟ 5 شارع التحرير الدور الثاني شقة 6. ماشي ماشي يا فايق الكلب. ما وريتك